نفسه من أجلنا ثم مثقوب اليدين دمه الغالي جرى غسلا عنا الخطايا مانحا مجد الذرى. كيف مستحقا للردى وهو مجروح لإذني قبيلا عار الفدا شافعا في من أحب بخلاص للمدى. مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلونا نبتدي اللقاء الجميل ده النهاردة وإحنا بنسلم الوقت ده للملك العظيم اللي أخلى نفسه أخذا صورة عبد. خلونا نغمض عينينا كده ونقول يا رب ده لقاء خاص معاك، خاص جدا، والنهاردة مش يوم عادي لينا شركة معاك مع ملك الملوك ورب الأرباب اللي أخلى نفسه وأخذ صورة عبد. هللويا. جايين نكرم يسوع المسيح. تباركك نفوسنا، نشكرك 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 نشكرك. أنت عظيم وممجد وسط الكنيسة، وسط عروستك، وسط شعبك. هللويا هللويا. ما أبهك حضورك وسطينا. خلونا نقرأ من كلمات عبرانيين 1 الأعداد الأولانية. ونكرم الإبن يسوع المسيح الذي صار فصحانا الوحيد بهذه الكلمات. خلونا نقف كلنا، كل اللي موجود في الكنيسة، مهابة للإبن يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. هللويا هللويا. يسوع جلس عن يمين العظمة في الأعالي لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف بيسوع المسيح كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي هو بهاء مجد الآب وحامل بكلمة قدرته وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنعه
وكل الهتاف وكل الفرح والابتهاج. نبتهج بيك يا يسوع، نبتهج بيك يا يسوع. مبتهج بحبيبنا يسوع، مبتهج بحبيبنا يسوع، مبتهج بحبيبنا يسوع، مجدا لاسمه نعبد بالروح، نعبد بالروح، مبتهج بحبيبنا يسوع، مجدا
يكون لنا وقت دلوقتي مع جناب القسيس سامح موريس. كل سنة وحضراتكم طيبين. ما أجمل الأيام دي اللي بنعيشها في ذكرى أيام خالدة ستبقى مسجلة في التاريخ، لا مسجلة في قلوب البشر وفي ضمائرهم إلى أن يأتي المسيح ثانية. زي ما اتعودنا أننا محدش يقدر يرحب بينا في بيت ربنا لأن ده بيتنا كلنا وده بيته، فعايزك مرة تانية ترحب بأكبر عدد من الناس اللي حواليك، تقول له أهلا بيك حول مائدة الرب في هذا اليوم العظيم من هذا العيد المجيد. وإحنا بنرحب كده ببعض، إذا كان في أي حد من شيوخ الكنيسة مش جالس في المقاعد الأمامية، إحنا أضفنا هنا كراسي. الدكتور داود فين؟ أوعى تكونوا ما دخلتهوش. إذا كان حد من شيوخ الكنيسة من فضلكم قاعد في أي مكان بعيد أو في الدوائر المغلقة، بطلب بس من كل الشيوخ الكنيسة أن يتقدموا للأمام، يكونوا موجودين في الصفوف الأمامية، إحنا أضفنا كراسي هنا ليهم عشان نكون موجودين مع بعض حول مائدة الرب. أقرأ لحضراتكم في هذا اليوم كلمات في العهد القديم تنبأت عن هذا اليوم وعن تحقيق النبوة في العهد الجديد، عشان كده هقرأ من أرميا ومن حزقيال ومن إنجيل متى. من سفر أرميا صح 31 ومن عدد 31، أرميا 31-31. ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. بيتكلم عن العهد بتاع جبل سيناء، خروج الشعب من أرض مصر. حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم أكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب. ليه؟ لأن كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. وبعدين لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. حزقيال كتب عن هذا العهد الجديد بدون أن يصرح بالعبارة ديت في حزقيال 36 وهقرأ من عدد 25. وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم من كل أصنامكم أطهركم. أظن المية هنا بترمز للمعمودية وللكلمة اللي بنختسل بها. وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. وكمان وأجعل روحي روحا جديدة، روحكم تتجدد لكن ده روحي أنا، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. اللي انتوا فشلتوا فيه في العهد الأول هتنجحوا فيه في العهد الجديد. قراءة أخيرة تحقيق هذه النبوة في إنجيل متى صح 26 في عدد 26، أرميا 31-31، متى 26-26. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر
وأعطى التلاميذ وقال خذوا كل هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. خلونا وإحنا واقفين خد لحظة كده قول يا رب قبل ما تناول كلمني النهاردة اشرح لي هذا العهد الجديد الذي هو بدمك، هذه النعمة الإلهية العجيبة التي تقدمها لنا في جسدك وفي هذه الكأس، كأس العهد الجديد. أعطني يا رب النهاردة نور ونعمة لأرى وأفهم، أعطي النهاردة قلبا فهيما لأفهم المكتوب، بل أعطني روحا جديدة لأعيش وأحيا وأجسد كلماتك. نعم لعبدك في ضعف يا رب في هذا اليوم، من يقف بيننا متكلما سواك يا ابن الله؟ هذه مائدتك، هذا يومك يا ابن الله، هذا يومك، هذا شعبك، هذا جسدك، هذا دمك، من حقك وحدك أن تتكلم وكلنا نسمع ونصغي ونفهم ونعي ونعيش في شفاعة المسيح. أجيبنا آمين. العهد الجديد، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمه. في هذا اليوم أسس ودشن وأعلن السيد المسيح بداية هذا العهد الجديد اللي تنبأ عنه أرميا صراحة وفصل بين العهد القديم الذي قطع الله مع شعبه في سيناء عند خروجهم من أرض مصر وبين هذا العهد الجديد الذي قطعه المسيح مع تلاميذه ومع كل الذين يؤمنون به بكلامهم، اللي تنبأ عنه أرميا صراحة واللي تكلم عنه حزقيال مجازا واللي شرح تفاصيل إشعياء من أصحاح 40 لما بيتكلم عن الصوت الصارخ في البرية ومجيء يوحنا ليكرز ببشارة الحياة الجديدة في المسيح لغاية أصحاح 66، 26 أصحاح يتحدث إشعياء تفصيلا عن العهد الجديد الذي أعلنه المسيح في كلماته في هذه الليلة الخالدة. اليوم نحن نعيش في ظل هذا العهد الجديد، اليوم نحن نعيش في نعمة هذا العهد الجديد، لكني أدعوكم اليوم أن نفهم أكثر وأن نعي ليه سمى عهد جديد؟ ليه ربط هذا العهد بالدم؟ ده السؤال الأولاني. إيه علاقة العهد بالدم؟ هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، بدمي. إيه معنى الكلمة دي؟ وإيه القصد بيها؟ وليه ربط الدم بالعهد؟ ليس فقط في هذه المائدة في هذا اليوم وهو يعلن العهد الجديد، لكن حنراه كما هو مكتوب حتى عن العهد القديم، بل العهد الأول اللي قطعه الله مع إبراهيم. وبعدين حنتكلم عن الفرق ما بين العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. وإذن ليه العهد القديم لما هو بيبطل في العهد الجديد كان لازمته إيه؟ وليه الله قطعه؟ وإزاي نقضوا عهدي فرفضتهم؟ هو رفضهم يعني ممنوع أي يهود يؤمن، لما المؤمنين الأوائل كلهم كانوا يهود، يبقى رفض إيه؟ ولما بيقول أقطع معهم الله، أنت رفضتهم ولا بتقطع معهم هم نفسهم عهدا جديدا؟ مع من هذا العهد الجديد إذا كنت العهد القديم أنت رفضتهم يقول الرب. عايزين نجاوب على أسئلة كتيرة قوي النهاردة،
لكن أهم ما في الموضوع هو الجزء الأخير. إيه ملامح العهد الجديد دوت؟ الناس اللي دخلوا في هذا العهد الجديد شكلهم إيه؟ حياتهم إيه؟ إيه اللي جواهم؟ وإيه اللي براهم؟ إيه ملامح هؤلاء الذين هم في عهد جديد مع الرب؟ الحقيقة الأولى علاقة الدم بالعهد. بنشوف ده طول الوقت الحقيقة. والسؤال المهم هو، وربنا بيحب الدم؟ هو بيحب اللون الأحمر؟ هو دموي ولا إيه الموضوع؟ لماذا ارتباط العهد دائما مع الرب؟ وده بنشوفه على الأقل في ثلاث مشاهد واضحة جدا. المشهد الأولاني، يوم قطع الله عهدا ميثاقا مع إبراهيم في تكوين 15، أصح كامل بيتكلم عن هذا العهد، وباركك وأجعلك بركة، واو كلام كبير قوي، أعرف منين يا رب إن كلامك ده حقيقي؟ قال له هات ذبائح وقصها اثنين، بس الحمام لأ، وبعدين أنا وإنت حنمشي قدما بين الذبائح ديت، بين الدم الذبيحة التي تعلن هذا العهد الذي بيني وبينك يا إبراهيم. وبيقول الكتاب في ذلك اليوم قطع الله عهدا ميثاقا مع إبراهيم، وكانت علامة العهد هذه الذبيحة. وأتوا نار عدت مع إبراهيم عشان يقول أنا معدي معاك، وإحنا هنعدي إحنا الاثنين بين قطع الذبيحة ديت عشان إحنا الاثنين داخلين في عهد. المرة الثانية اللي بنشوف الدم والذبيحة بوضوح فيها في الفصح، مش كده؟ الباس أوفر اللي احنا بنحتفل بيه اليومين دول، واليهود بيحتفلوا بيه في ذات الوقت. الباس أوفر ده الفصح. ما هو الفصح؟ هو الضربة العشر الأخيرة اللي بيها خرج الشعب من العبودية إلى الحرية. وفي هذا الفصح بنشوف أصحاح كامل سفر الخروج أصحاح 12 يتحدث عن ذبيحة الفصح ووليمة الفصح، وبعدين بيتكلم عن دم الفصح، انك تاخد الخروف ده الصحيح ابن سنة وتذبحه، وبعدين تاخد دمه وتعمله ايه؟ وترشه على العتبة العليا وعلى القاء إمتين. وبعدين بيقول الكلمات ديت، فأرى الدم وأعبر عنكم. 13 و23 بيكررها مرتين، ذبيحة الفصح للرب بيكررها مرتين في نفس الأصحاح، عدد 11 وعدد 27. مرة تانية ليه العهد ده؟ عهد الحرية، عهد الخروج من أرض الموعد، العيد الكبير بتاع إخواتنا دول، عيد الفصح ارتبط بذبيحة وبدم. وأرى الدم فأعبر عنكم. في إيه؟ لكن بقى على جبل سيناء لما الله صنع العهد القديم الذي نتكلم عنه مع موسى ومع شعبه هناك، وأعطاهم الناموس، ناموس الوصايا وناموس الفرائض، 40 يوم على الجبل، مرتين موسى يستلم هذه الوصايا وهذه الفرائض. وبعدين كاتب العبرانيين بيشرح لنا حتة مهمة جدا جدا جدا، ملخص جزء كبير قوي من العهد ده، العهد القديم. اسمحوا لي أراه لكم من سفر العبرانيين ومن أصحاح، من أصحاح 9 من عدد 16. كلمات بديعة جدا مرة تانية بتوضح لنا وبتخضنا عن علاقة العهد بالدم. عبرانيين 9 ومن عدد، خليني أقرأ من عدد 15. لأجل هذا، بيتكلم عن المسيح، هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون إذ صار موت، خلي بالكم الكلمة دي، لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي. وبعدين بيربط ده بالعهد القديم، لأنه حيث توجد وصية حيث يوجد ناموس يلزم بيان موت الموصي. حتة صعب قوي بس هنفهمها وضوح شديد دلوقتي لما نفهم علاقة العهد
بالدم. يلزم بيان موت الموصي. لما يبقى في وصيه، اي وصيه لازم ترتبط بموت الايه الموصي، والا الوصيه ديت ما تعمل ايه، تبقى عديمه النفع. يلزم بيان موت الموصي لان الوصيه ثابته على الموتى، اذ لها إذ لا قوه لها البت ما دام الموصي حيا. فمن سمى الاول ايضا في العهد الاول لم يكرس بلا دم، لان موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصيه بحسب الناموس اخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفة، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به، والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يا الدنيا اتلطخت قوي بإيه؟ بالدم. إيه الحكاية؟ ولماذا قال المسيح هذه الكأس هي العهد الجديد برضو بدمه؟ إيه العلاقة ما بين العهد وما بين الدم؟ افهم الحتة دي كويس قوي، هتشرح لجزء كبير قوي من العهد القديم ومن العهد الجديد يبدو غامضا لينا. وأحيانا إخواتنا بيسألونا ليه، وببقى بنقف وإحنا مش عارفين نجاوب. لأن الناموس قال لهم، لأن الفكرة اللي كانت عندهم أن نفس البهيمة في دمها. البهيمة ملهاش روح لكن ليها إيه؟ نفس. تزهق نفس البهيمة عندما تعمل إيه؟ تذبحها ويخر الإيه؟ الدم. لما يتصفى دمها تموت. إذن الدم صار علامة إيه؟ الموت. موت البهيمة إذ أزهقت روحها، إذ قدمت على المذبح للموت. يبقى الدم رمز الإيه؟ للموت. للموت. عشان كده كاتب العيون يعملين يشرح لنا، خلي بالكم لما يكون في وصيه لازم يكون في ايه؟ بيان ايه؟ موت الموصي. عشان كده المسيح مات، مش مجرد نزف الدم اغمى عليه وصحي، لا ده ايه؟ مات سكب للموت نفسه. الدليل انه سكب دمه، سفك دمه. بس المسيح ليس مجرد نفس، لكن نفسه وروحه أزهقت. مات بالحقيقة ابن الإنسان على الصليب. الحتة التانية المهمة قوي، إن لما بقدم نفسي معناه قدمت إيه؟ قدمت كل حاجة عندي. فالدم دليل الموت لأن نفس البهيمة في دمها، لكن سفك الدم معناه أنا وهبت كل شيء، كل شيء. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ عشان كده كان دايما ربنا لما بيقطع عهد مع حد يبقى فيه دم ذبيحه. معناه ايه؟ معناه ان العهد مرتبط بالكل. العهد مرتبط ان اعطيك كل ما عندي وتعطيني كل ما عندك. مش تعطيني بعض من نقودك، بعض من وقتك، لكنك تعطيني ايه؟ نفسك واعطيك نفسي. تعطيني حياتك وأعطيك إيه؟ حياتي. أكثر من مرة شرحت إزاي الفرق ما بين العهد والعقد. العقد اتفاق تجاري بين اثنين، فيه بدخل بجزء مما أمتلك، لكن العهد بدخل في ارتباط مع آخر أعطي فيه كل ما عندي بما فيها نفسي.
لم يشفق على ابنه بل بذله، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يعطينا ذاته ويعطينا معها ها؟ كل شيء. هذا هو العهد الجديد بدمي، أي الذي فيه أضع نفسي بالكامل من أجلك ومن أجلك. عبارة أخرى خليني أقولها بالبلدي، أنا داخل معاك، أنا داخل معاك ها بكل اللي عندي، أنا جاي أدخل معاك في علاقة وشركة ها، بس أنا داخل معاك بكل اللي عندي، بكل اللي عندي. ولما أنت بتدخل معايا في عهد لازم أنت كمان تدخل معايا بكل اللي عندك. لهذا كان الدم علامة العهد، لأن الدم معنى الموت، وكان لازم يحصل موت لفداء التعديات، وهتكلم ده عنه بالتفصيل بكرة. لكن المعنى الثاني المهم إن الدم معناه عطاء الذات، بخش معاك بكل اللي عندي. وهي دي الحاجة اللي مش مفهومة، إزاي ربنا عايز يدخل معايا في علاقة وشركة؟ إزاي ربنا عايز يدخل مع شعبه في عهد وعلاقة؟ في يضع نفسه بالكامل وكل ما عنده ليا، وأنا أدخل معاه بجزء، بعض الوقت، بعض الحب، يلبي فيه 4 حجر، دي له حجرة، حجرتين، والباقي برضو خلوهم لي أبقى يعني حد كده ولا كده، أعرف أحطه في حتة يتلم فيها في قلبي برضو، لكن يعني مش أديله كله، يعني أحب ربنا من كل قلبي وكل نفسي وكل قدرتي، لا 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 لا، كتير على ربنا بس مش كتير عليا، إنه هو يعطيني كل ما له. هذا العهد هو عهد دم، عهد كل لا يتجزأ، سكب للموت نفسه، أحبني وأسلم نفسه من أجلي. كيف لا أعطيه الكل؟ كيف لا أهبه كل لحظة ودمعة ونبضة في حياتي؟ كيف يكون هو في عهد كامل معي وأكون أنا معه؟ بخيل، متجزئ، منقسم القلب، منقسم الفكر، منقسم المشاعر. الدم هو علامة العهد. الحقيقة الثانية اللي عايز أقف عندها في هذا العهد الجديد، إنه ربط العهد الجديد بالعهد القديم، وطول الوقت بيتكلم الكتاب عن عهدين. أنا مش بتكلم عن أصفار العهد القديم، موضوع تاني بتكلم عنه مرة تانية، أنا بتكلم عن العهد الذي قطعه الله مع شعبه في سيناء، عند جبل سيناء، وأعطاهم الشريعة، وأعطاهم الوصايا والفرائض، وأعطاهم الأحكام، وأخذ الدم ورش على الكل ليقدس هذا العهد اللي بنسميه العهد القديم. وبين عهدا جديدا تكلم عنه أرميا وحققه المسيح، وقال هذا هو العهد الجديد اللي تكلم عنه أرميا وسائر الأنبياء. إيه العلاقة ما بين العهدين دول؟ العلاقة الأولى إن العهد الثاني، العهد الجديد، عمل ايه في العهد الاولاني؟ لغاه، شطبه، محاه خالص خالص، مالص مالص. دي حاجه لازم نفهمها كويس قوي. نحن لا نعيش بين عهدين، باخد من ده اللي انا عايزه وباخد من ده اللي انا عايزه. عايز تعيش في العهد القديم؟
فأنت يهودي تتبع موسى. وناموس موسى. أنت ابن العهد الجديد. أنت الخليقة الجديدة في المسيح. أنت تلميذ للمسيح. هنقرأ ما قاله الكتاب عن العلاقة بين العهدين. أفسس بيقول إيه؟ لما بيتكلم عن ذبيحة المسيح بيقول كده الكلمات دي في أفسس 2:15: مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض. ناموس الوصايا والفرائض أبطل لكي يخلق الاثنين. مين الاثنين؟ اليهود والأمم. ما هي مش بقى الخلفية. لكي يخلق الاثنين في نفسه في المسيح إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. عهد جديد، وهنشوف العهد الجديد ده ملامحه ايه بعد شوية. مبطلا ناموس الوصايا في فرائض. العبرانيين بقى، لا العبرانيين بقى قالها بكل الطرق المختلفة. في عبرين 7:12 بيقول: لأنه إن تغير الكهنوت، ده كهنوت لاوي لكن ده كهنوت على رتبة ملكي صادق، إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس. عبرين 7:12. عبرين 7:18: فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفع. إبطال، أبطل. 7:22: على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. أفضل. أصحاح كامل، أصحاح 7، بيتكلم عن العهد الأفضل، عن العهد الجديد. وأصحاح 8 بيتكلم عن وسيط العهد الجديد، وبيتكلم عن أرميا 31 وعن تحقيق هذا الوعد. وفي عدد 13 من عبرانيين 8 بيقول: فإثقالا جديدا عهدا جديدا. عتق الأول، مش بقى قديم، بقى عتيق قوي. عتق الأول. وأما ما قد عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. أما في عبرين 10:9 بيقول: ثم قال هذا: أنا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. إيه مشيئتك يا الله؟ ينزع الأول ويثبت الثاني. في كلام أوضح من كده؟ في كلام أوضح من كده؟ يبقى العلاقة بين العهدين إن في عهد قديم نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. هنشرح الحته دي حالا. عشان كده عملت معهم عهدا ايه؟ جديد. جديد خالص ومختلف خالص عن العهد الاولاني. وهنتكلم عن الاختلافات دي. اقدر اخد ده مع ده؟ ما يجوش. ما يركبوش خالص. ده معتمد على اعمال الناموس وقدرتك، وده معتمد على نعمه الله. ده معتوم عن ذبائح انت بتشتريها، وده معتمد على حمل الله الذي رفع خطية العالم. طيب هو ايه بقى لازمة العهد القديم؟ هو ليه ربنا وعارف انه مش هينفع ومش هيقدروا عليه وحينقضوه، هو عمل ليه معاهم هذا العهد القديم في جبل سيناء؟ هقول حاجتين مهمين قوي باختصار. الحقيقة الأولانية، يتميز هذا العهد القديم أنه ظل ورمز للعهد الجديد. ظل ورمز. إيه فايدة الظل؟ ليه مهم أن يكون ليه ظل؟ طبعا في التصوير بيحاولوا يخفوا الظل قوي بقدر إمكان، يعني عشان ما يبانش الإنسان ليه ظل يعني. لكن الإنسان الحقيقي أي ما يبقى في النور لازم يحصل له إيه؟ ظل. ظل هو أنا، يعني لو واحد عدى على الظل بتاعي أتوجع، يتقطم ظهري. لو واحد وقف اتنطط على الظل بتاعتي أنا أتعب أو أتأثر. يعني ظل هو أنا؟ لا. بيقول الكتاب في عبرانيين 8:5 إنه شبه السماويات وظلها، ده العهد القديم. وبيقول في عبرانيين 9:9 الذي هو رمز الوقت الحاضر فهو ظل ورمز. ايه فايدة الظل؟ الظل بيثبت وجود الشيء. لو انا مش موجود يبقى عندي ظل؟ لا.
لو ما عنديش ظل وفي نور أبقى أنا موجود؟ لا. لو أنا موجود وفي نور لازم يبقى ليا إيه؟ ظل. الظل مستو هو مش أنا، الظل مش أنا، بس الظل بيثبت حقيقة وجودي وحقيقة وجود النور. العهد القديم بيؤكد لنا حقيقة ذبيحة المسيح الأزلية، بيؤكد لنا حقيقة العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم وليس جبل سيناء. العهد القديم ظل بيثبت أن الحقيقة موجودة والنور موجود، بس الناس مش شايفة، شايفة الظل مش شايفة الحقيقة. لكن القيمة الثانية أنه رمز، رمز، والرمز معناه شيء منظور للعين البشرية عشان تفهمني اللي عيني مش شايفاه. خليني أقولها بطريقة تانية، يوضح بصورة تجريدية منظورة للعين عن حقيقة أعظم غير منظورة للعين المجردة. بيخليني أشوف شيء عيني تراه عشان أتخيل وأفهم شيء حقيقي. زي ما قلت الظل موجود يبقى الحقيقة موجودة، عيني المجردة مش قادرة تراه، يبقى اللخبطة دي سهلة قوي. ندي أمثلة. العهد القديم ارتبط بوجود أورشليم مدينة الملك العظيم، ارتبط بوجود عاصمة لهذا الشعب اللي الله قطع عهده معاه، وجعلت أورشليم رمز لهذه الأمة ولهذا الشعب ولهذا العهد. فإذا أنا محتاج مدينة، مدينة. عبرانيين بقى بيشرح لنا وبيقول لنا الحكاية ديت في عبرانيين 12 أننا لم نأتي إلى أورشليم الأرضية، لكن في العهد الجديد جينا بيسميها كده إيه؟ بيسميها مدينة الله الحي، أورشليم السماوية. دي العينين بتشوفها، التانية عينينا ايه؟ مش شايفاها. دي الظل والتانية هي ايه؟ الحقيقة. وبيقول أورشليم السماوية التي هي أمنا جميعا. ففي رمز هنا، أورشليم المادية اللي بيسموها القدس رمز لأورشليم السماوية مدينة الله التي هي أمنا جميعا في العهد الجديد. رمز تاني، إن في العهد القديم شعب الله يقطع عهدا مع شعب ويقول عليه أمة مقدسة وشعب اقتناء وخاصته، ويشديله شوية مواصفات كده، وأمة كهنوتية كمان بيسميها كده في العهد القديم، مظبوط. وبعدين قضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، وبعدين أقطع معهم عهدا جديدا. لما أنت رفضتهم قطعت مع مين عهدا جديدا؟ وده شعب إسرائيل، وده بتسميه إسرائيل. آه بس إسرائيل ده مش إسرائيل دوت، إسرائيل ده دولة إسرائيل، شعب إسرائيل، النسل حسب الجسد من يعقوب، ده الشعب. أنا رفضتهم كشعب مش كأفراد، رفضتهم كأمة مش كأفراد. خلاص دول مش شعبي ودول مش أمتي، يعني ما رفضتهمش كأفراد. لا، بولس اللي كتب الكلام ده بيقول أنا واحد منهم، وأغلب كل الرسل الاثناشر كانوا منهم، هم يهود آمنوا بالمسيح. أمال إيه بقى إسرائيل التاني اللي أنت بتتكلم عنه؟ دي الكنيسة، دي الكنيسة، ده شعب منظور له حدود جغرافية وباسبور. لكن الشعب الجديد اللي هو إسرائيل الجديد، ها؟ ده شعب غير منظور، لأنه كنيسة في كل قبيلة وأمة وشعب ولسان ومن كل خلفية، ما عندهمش باسبور منظور، ما عندهمش جنسية بشرية واحدة، عندهم جنسية سماوية واحدة بيسميها كنيسة أبكار، كلهم بكر. وزي ما قرينا، ليجعل للاثنين اليهود والأمم شعب واحد وأمة واحدة، لا تقطن مكان معين ولا مدينة معينة ولا حدود جغرافية، موجودة في كل حتة، موجودة في قبائل ما نسمعناش عنها، في مؤمنين في قبائل ما نعرفش أسمائها وما نعرفش لغتها وهم مؤمنين هناك، موجودين هناك.
هذا الشعب الجديد موجود في كل حتة، ويعطي بطرس نفس الألقاب، أمة مقدسة، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي، بيسميهم نفس الأسماء بالضبط التي كانت للشعب القديم الرمز، لتكون للشعب الجديد المرموز إليه، الشعب الحقيقي اللي ملوش دعوة لا بالسياسة ولا بالبرلمانات ولا بالرئاسة. رمز الحقيقة، ده منظور، ده غير منظور. مثل ثالث، في العهد القديم الملك داود يجلس على كرسيه في أورشليم في مدينة داود، والوعد أنه لا ينعدم لك ملك لا يجلس على كرسيك من نسلك، والوعد ده بعد شوية على فكرة ما تحققش، لأنهم نقضوا عهدي فإيه؟ فرفضتهم، يقول الرب. فأنا محتاج كرسي لملك يملك في مكان وزمان. في العهد الجديد أين يملك الملك؟ أين يملك الملك؟ ها ملكوت الله في داخلكم. حاجة متشافة؟ مش متشافة. لكن أين يملك المسيح اليوم؟ ملك الملوك ورب ابن داود يملك في قلوب البشر، وليس على كراسي الرؤساء. يملك حيث صنعت يديه، مش حيث صنعت يد البشر. رمز الحقيقة لا ترى. مثل تاني هيكل. الأول كان خيمة اجتماع، وربنا اداله مواصفات معينة، دار خارجية وقدس وقدس أقداس، وهنا في إيه وهنا في إيه وهنا في إيه، وكل الإجراءات اللي لازم تتم في ذلك المكان. وتحولت الخيمة على يد سليمان إلى هيكل، وهدم هذا الهيكل وأعاد بناؤه هيرودس، وهدم ولم يبنى ولا أظن أنه سيبنى. هيكل يرمز إلى حضور الله وسط الشعب، رمز المرموز إليه. أين هيكل الله الآن؟ أين يسكن الله الآن؟ يسكن وسط شعبه، الساكن وسط تسبيحات شعبه. المسيح بيننا النهاردة ولا لا يا جماعة؟ الملك موجود هنا النهاردة ولا لا؟ رد عليا. هيكل جديد مش مصنوع بأيدي الناس. قدس الأقداس لا يدخل إلى رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، والقدس لا يدخل إلا الكاهن في نوبته، وحذاري من أي آخر أن يدخل. لكن النهاردة طريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده، نستطيع كلنا أن ندخل إلى قدس الأقداس، إلى عرش الله في السماويات، ونمثل أمام الرب السيد الملك. قصة تانية خالص، موضوع تاني خالص. عهد قديم وعهد جديد، وهذه الكأس هي للعهد الجديد بدمه. مثل أخير أقول للرمز والمرموز، في العهد القديم ذبائح أنواع وأشكال كتيرة قوي تقدم على المذبح اللي في الهيكل، ولغاية النهاردة اليهود مش قادرين يقدموا ذبائح لأن الهيكل إيه؟ مش موجود، ولازم الذبيحة تقدم على المذبح النحاس اللي في الدار الخارجية، ولا فيه خارجية ولا فيه داخلية. أنا مش بتكلم على الوزارة، أنا بتكلم على المذبح. بصوا كاتب عبرانيين بيقول الفرق ما بين الذبيحة القديمة اللي أكيد دي رمز يا جماعة، ما تبقاش غير رمز، ما تنفعش، للذبيحة الحقيقية اللي النهاردة بنحتفل بيها. بصوا العبرانيين بيقول ايه في عبرانيين 10:4، بيقول لانه لا يمكن ان دم مسيران وتيوس يرفع خطايا. لما انا بشتريها بايدي، لما انا بربيها عندنا في البيت، لا يمكن
يمكن أن دم سيران وتيوس يرفع الخطايا. عبرين 10:10 بيقول فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. دي الذبيحة الحقيقية. مال دول إيه؟ الرمز. تاني عبرين 10:11 وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة. بص العبارة دي، أن تنزع الخطية. لا تقدر ترفع الخطية ولا تقدر تنزع الخطية. عبرين 10:12 بيقول أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. رمز الحقيقة، بس رمز بقى بنعمله بإيدينا وبنشوفه وبناخد الدم ونرش وناخد البتاع ونقطعها وندي جزء للكاهن وإحنا نشرب ناكل حتة وهو حتة. لكن هنا جالس عن يمين الآب يشفع فينا إلى أبد الآبدين. الهدف الثاني، لماذا كان العهد القديم؟ لأنه ظل ورمز يشرح لنا وبيفهمنا. لكن بولس بيقول لا، في سبب أهم من كده كمان. كان من أجل العهد القديم برغم أنه عدم نفعه وأنه لم يستطع أن يخلص الإنسان أو ينجيه. إيه بقى؟ بيقول كان العهد القديم، كان الناموس مؤدبنا للمسيح. واو، بصوا الروعة، بصوا الجمال، بصوا الجمال. غلطية 3:24 إذن قد كان الناموس مؤدبنا للمسيح لكي نتبرر بالإيمان. يعني إيه مؤدبنا؟ يعني إيه مؤدبنا؟ يعني واحد مس عصاية ونزل فينا ضرب عشان نروح للمسيح؟ مش قصده كده خالص. مؤدبنا يعني بيأشرس، بيرشدنا، بيورينا، بيفهمنا، بيعلمنا، بيقنعنا. ومرات the hard way، بالطريقة الصعبة عشان نفهم أنا محتاج للمسيح، أنا محتاج للمسيح. ده قيمة الناموس اللي بكل أسف لغاية النهاردة أخواتنا اليهود مش فاهمين. ومش بس اليهود، إزاي كان مؤدبنا للناموس؟ حاجتين. الحاجة الأولانية إن الناموس أثبت لنا يقينا أنه بأعمال برنا لا يمكن أن نتبرر. ربنا ادانا وقال لنا أنت عايز تبرر نفسك بنفسك، أوكي اعمل ده، خليك مستقيم، اعمل الصح، أدي الغلط وأدي الصح، ما تعملش الغلط، اعمل الإيه؟ الصح. وادانا اعملها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كتيرة أو الحقيقة كتيرة. واللي يعملها كلها ها من غير ما يغلط بار وفله، واللي ما يعملهاش الناموس يدينه ويقول له انت مخطئ، انت خاطي، انت مش قادر، انت عاجز، انت ضعيف. الناموس اثبت لنا حقيقتين. اثبت لنا اني انا مريض بالخطيه، مريض بالخطيه، يقول ينزع الخطيه، انا مريض، انا فيا مشكله وعايز حد يشيلها من، انا مريض بالخطيه. وده اللي بولس في اصحاح 7 من رساله الرومية بيشرحه بالتفصيل. الخطيه الساكنه فيا، كل ما اريد ان الراجل ده اللي هو بلا لوم في الناموس بيقول كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي. وبالعكس الناموس يقول لي لا تشتهي، قال لي اوعى تشتهي، اوعى تشتهي امرأة قريبك، فبصيت واشتهيتها، ولا حمارة قريبك، بصيت لعربيته المرسيدس واشتهيتها، ولا حقل قريبك وبصيت لمصنعه واشتهيتها، ولا بيت قريبك وبصيت للفيلا بتاعته واشتهيتها. قال لك الناموس لما قال لي ما تعملش خلاني اعملها. اصل كل ممنوع مرغوب. الناموس اثبت لي اني مريض بالخطيه. مش بس كده، واني عبد للخطيه، لان كل من يفعل الخطيه هو عبد للخطيه. ولاني مريض محتاج دكتور، مش محتاج وصايا. انت عيان محتاج دكتور،
مش محتاج تشد حيلك كده وتبقى جدع. حضرتك عندك سرطان محتاج دكتور، يا جراح يشيل يقور، يا بتاع راديو ثيرابي ينزل يخبطك بالاشعاع، يا بتاع كيمو ثيرابي يديك سم هاري. انت وانت مريض محتاج دكتور، مش محتاج تشد حيلك. وانت مقيد وانت مربوط محتاج مخلص يحررك. وان حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرارا. الناموس قال لي انا مريض ومقيد وعبد، محتاج مخلص ودكتور، مش محتاج لوكيل نيابه. الناموس وكيل نيابه، اتهمني واثبت علي التهمه لان انا مجرم فعلا. الناموس قال لي بص ما تقدرش، ما تقدرش يا ابن الناس، ما تقدرش يا حبيبي، ما تقدرش، ما تقدريش. انت محتاج مخلص يدعى اسمه يسوع. لانه ايه؟ لانه يخلص شعبه من المرض ومن الخطيه. كان الناموس مؤدبنا للمسيح. مش بس كده، وبعدين ربنا فكره ان عشان تغفر الخطيه بدون سفك دم لا تحصل مغفره، فلازم اجيب حمل وحط ايدي عليه واربطه واعترف بخطيتي وانقل خطيتي عليه وبعدين اذبحه ويموت واخد الدم وارشه دليل انه مات عشان تغفر الخطيه. فقعد يفهمني ان الخطيه لا تغفر الا اذا انتقلت. فانا محتاج فادي، مش بس مخلص، مش بس دكتور، انا محتاج فادي يحمل الخطيه. هشرحها بكره، هشرحها بكره. كان الناموس مؤدبنا للمسيح. الحقيقة الثالثة والأخيرة، لماذا ارتبط الدم بالعهد؟ ما هي العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد؟ الحقيقة الثالثة اللي عايز أذكرها النهاردة، ملامح هذا العهد الجديد. وده بيت القصيد، وده اللي يخصنا النهاردة أنا وإنت. الباقي ده بنجاوب بيه على أسئلة الناس الذين يسألوننا. لكن ليه أوليك النهاردة ونحن نتناول من مائدة العهد الجديد، ونحن في محضر المسيح نفسه، إيه ملامح هذا العهد؟ نرجع للي قاله أرميا وللي قاله حزقيال واللي قاله المسيح. نرجع، قال إيه؟ قال إيه؟ قال أول حاجة أرش عليهم ماء طاهرا فيطهرون. ماشي، هنضفهم، هنضفهم من بره. ما عملناش حاجة، أصل القذارة والقرف فين؟ جوه، جوه. فقال هعمل إيه جوه؟ هعمل أربع عمليات جراحية. العملية الأولى هأعطيهم قلبا جديدا ومعاه روحا جديدة، وهنزع قلب الحجر من لحمهم واعطيهم قلب لحم. عمليه كارديك ترانسبلانت، كارديك ترانسبلانت، حجر قلب حجر حجر حجر. ها الانسان في الخطيه قلبه حجر حجر حجر، على مراته وعلى عياله وعلى الناس حواليه وعلى نفسه حجر حجر. هنزع قلب الحجر واعطيه قلب لحم، بيحس، بينبض، بيحب، بيدفع الدم. قلب جديد، والروح اللي ماتت بنفصلها عن ربنا، اديله روح جديده، روح جديده يقدر يسجد بيها ويعبدني، روح جديده يقدر يناديني بيها يا ابا الاب، روح جديده للبنوه، روح البنوه والتبني. اعطيهم قلبا جديدا وروحا جديدة، أنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم. عملية جراحية، عملية معجزة، معجزة من غير فتح، من غير خياطة،
من غير ما يحطني على الماشينز، من غير ما يدور على دونر، من غير ما يدفع دم قلبي. الحقيقة الثانية، أجعل، بصوا الحتة دي، أجعل شريعتي في داخلهم. صح؟ مش قارين الحكاية ديت؟ دي أرمية بقى، الأولانية كانت حزقيال، الثانية ديت. أجعل شريعتي في داخلهم، أكتبها على قلوبهم. إيه الفرق؟ في العهد القديم كتبت الشريعة بتاعتي، المورال لو الأخلاقية، كتبتها بإصبعي على ألواح إيه؟ حجر. خلي بالكم، ربنا اللي كتب الوصية العشر بإصبعه، ربنا ما عندوش صباع، بس يعني التعبير مجازي. ولما موسى كسر الحجر ده، ربنا قال له انحت لروحك المرة دي. أنا المرة اللي فاتت أنا اللي نحت الحجر وأنا اللي كتبت عليه، المرة دي أنت كسرته، اعمل أنت الحجر وأنا برضو اللي هكتب عليه. لكن الناموس بقى، الوصايا والفرائض والأحكام وتسنية والحاجات دي كلها، ملي يا عم ملي، وحبر على إيه؟ وحبر على إيه؟ على ورق. العهد الجديد بيقول بولس الكلمان دي في كروس الثانية ثلاثة وعدد ثلاثة، ظاهرين أنكم رسالة المسيح. بصوا العبارة مخدومة منا، إحنا خدامينها بس، إحنا ولا حاجة. مكتوبة، أنتم رسالة المسيح، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ما بقى في قلب لحم، بقى في قلب لحم. ولما قلب اللحم اللي موجود دوت والروح حيت، يجي ربنا بإصبعه ويكتب وصيته جوايا. مش أبقى بقراها برايا كده وبحاول أعملها، تبقى مكتوبة فين؟ جوايا هنا. تبقى حابب الوصية، أبقى حبيبها، تبقى دي شريعتي، تبقى دي طبيعتي، تبقى مش مفروض عليا والمفروض ممنوع والممنوع مرغوب. لا 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 لا، أبقى أنا عايز كده، أنا عايز أغفر، أنا عايز أحب، أنا عايز أرحم، أنا عايز أترأف، أنا عايز أصبر، أنا راغب أن أتصرف حسنا زي ما بيقول بولس في كل شيء، لأن الناموس الوصية بقت جوايا، مش بقراها وبحاول أعملها، دي بقت منقوشة في داخلي. فبتحول أنا بتحول إلى رسالة المسيح المقروءة والمنظورة من جميع الناس. واو واو. العملية الأولى قلب جديد وروحك تحيا. العملية الثانية يروح كاتب ناموسه بروح الله على قلبك، على قلبك. العملية الثالثة، العملية الثالثة، احنا بنقرأ كله من الكتاب المقدس ما بنقلفش حاجة. العملية الثالثة بيقول وسيعرفونني من كبيرهم إلى صغيرهم. ما يميز العهد الجديد، مش محتاج المؤمن يقول للمؤمن اعرف الرب يا أخ يا أخت، اعرف الرب. لا، هو بقى ابن، هي بقت بنت، هو بقى عضو في هذا الجسد، هو بقى في ملكوت الله، هو بقى جزء من هذه المملكة. لما عرف ربنا، مش لما عرف عن ربنا، لما عرف سيعرفونني، هيحصل لقاء شخصي مع كل واحد فيهم ويعرفني ويتحقق اللي مكتوب في يوحنا 10، خرافي تعرفني وأنا أعرفها. We know each other، نعرف بعض. يعرفونني، يعرفونني. أبقى مش بحاول أرضي ربنا، أبقى مش بحاول أعمله اللي هو عايزه عشان يرضى عني، أنا قبلته وقبلته وعرفته وعرفني وبقينا واحد، وبقينا لازقين في بعض، عندي علاقة معاه، عارفه، وبميز صوته لاني عارفه. فلما بيكلمني مش بحتاج ابص عشان اشوف مين، على طول بقول له يا رب بتكلمني، ايه الحلاوه، صوتك حلو، حاسس بيا، يا ولدي انا معك، لا تخف لا تتلفت. سيعرفونني الصغير والكبير، الموضوع ملوش دعوه بالسن،
بالدراسة ولا بالحكمة ولا بالفلوس، ملهاش دعوة خالص. سيعرفونني كلهم من كبيرهم إلى صغيرهم. ولا يحتاج أن يقول الواحد الآخر اعرف الرب. لما تقول لواحد اعرف الرب معناه ما يعرفش الرب، معناه هو مش مننا. لكن اللي مننا ده بقى مننا لأنه عرف الرب، عرفه قبله وقبله وبقى صاحبه وبقى خليله، زي ما كان إبراهيم ودعية خليل الله. يعني إيه خليل الله؟ يعني المختار. لا يعني صاحبه، أنا أعرفه، أنا صاحبه. He is my best friend، هو أقرب صديق إلي. سيعرفونني، سيعرفونني. المعجزة الرابعة، العلامة الرابعة في هذا العهد الجديد، قلب جديد وروح جديدة. الوصية مكتوبة في القلب مش على ورق. يعرفونني ويميزون صوتي. الحاجة الرابعة، أجعل روحي في داخلي. أجعل روحي في داخلي، مش بس روحهم تنتعش، مش بس قلبهم يبقى جديد، مش بس وصيتي تبقى جواهم، أنا أبقى جواهم، ويبقى هم هيكل الله وروح الله ساكن فيهم، ويصير الهيكل الذي أينما ذهب إلى العمل، إلى السوق، إلى النادي، يحملونني إلى هذا المكان، يأتون بي إلى هذا المكان، صاروا حاملين للحضور الإلهي. فاهمين؟ أين مسكن الله مع الناس؟ أولاد الله. من يحب أن يحفظ وصاياي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي، من يحب أن يحفظ وصاياي وإليه نأتي، وعنده نصنع مسكنا. أين مسكن الله؟ سبع شارع الشيخ ريحان، خمسة شارع اسمه وراني عبد القادر حمزة، مش أحمد حمزة، عبد القادر حمزة جنب الشيخ. أنا وإنت نسين اسم الشارع اللي احنا عايشين فيه. عوامل السن والتعريع، أين مسكن الله؟ في المؤمنين. لما حل روح الرب على داود حكاية، حكاية. لما حل روح الرب على إيليا حكاية. لما حل روح الرب على إليشع حكاية، حكاية، رواية تتكتب عنها قصص. في العهد الجديد أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما. أجعل روحي في داخلهم، ونصير حاملين، حاملين للحضور الإلهي. فهم؟ اسمح لي اسالك السؤال ده قبل ما لبيت القصيد واختم بيه. عندك قلب جديد؟ شريعته مكتوبه فيه؟ حرفه بصاحبه؟ شايل حضور وروحه في داخلك اينما ذهب. في حتت بضطر اقول له لا خليك بره عشان مش هتنبسط، ده مش العهد الجديد، ده مش العهد الجديد، ده مش العهد الجديد. الحته اللي ما يروحهاش ما روحهاش، الحاجه اللي ما تناسبهوش ما تناسبنيش.
كده نختم بالجزء الأخير بقى. أخ الجزء الأخير. ويسلكون في طرقي ويحفظون أحكامي. آه كل اللي فات ده لغاية دلوقتي إيه؟ جوه 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 جوه. الأخيرة دي بره إيه؟ بره بره. النتيجة إن قلب جديد وروح جديدة. النتيجة إن الوصية مكتوبة جواهم. النتيجة إن هم عارفيني وحبيني وأنا حبيبهم. النتيجة إن روح الله في داخلهم. النتيجة الطبيعية إن هم لما يسلكوا هيحفظوا وصاياي. ولما يعملوا حاجة هيعملوا مشيئتي. صح كده؟ صح كده؟ طيب نختم بالقراية دي الصعبة من رسالة يوحنا. رسالة يوحنا بيقولها بطريقة شديدة شوية. شديدة شوية. وأطلب منكم زي ما لما بنيجي نقرأ في الأول هنقرأ في الآخر، أطلب منكم تقفوا وإحنا بنقرأ الجزء الأخير دوت. رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 2 وحقرا من عدد 3. وبهذا نعرف أننا عرفناه. يعرفونني ها؟ بهذا نعرف أننا عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو اقروا وليس الحق فيه. شديد شوية. أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. وبعدين بتاني بيعدها بطريقة تانية. من قال أنه ثابت فيه، يعني إيه يحفظ وصاياه؟ يعني بيوضحها هنا. ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. عايز أقرأ الآية دي كلنا مع بعضنا، ممكن من أول عدد 6. من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل الوصية القديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم. بص العبارة الجاية، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. العهد القديم ظلال، شعب سالك في الظلمة. احنا في العهد الجديد الظلمة ايه؟ مضت. النور الحقيقي الآن يضيء. من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس في عصر. من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. تعليقين وبعدين هنتناول. الآن نحن أولاد الله، لسنا عبيد للخطية. وبيقول كده انظروا آية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله. الآن نحن أبناء النور. الظلمة مضت. الشعب القديم من حقه يتلخبط. ظلال، ظل، ظلال، حاجة مش واضحة. لا ربنا واضح هو مين ولا بنعمل كده ليه وبنقدم الذبايح دي ليه. في حاجات كتير قوي مش واضحه، وبيدينا وصايا احنا مش قدها وعملين نتبعكك. ظلال، شعب سالك في الظلمه. احنا ابناء النور. النور الحقيقي الان ينير. الظلمه قد مضت. عباره جبارة. وإحنا أبناء النور فحنسلك في النور وحنعيش أولاد النور. ولا نعرف للبغضة لإنسان مكان، ولا نعرف للبغضة لإنسان أيا كان مكان. من قال أنه عرفه كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك. هل نعيش الآن كمسيحيين كما عاش المسيح؟
ايه الاخبار يا اخو؟ ده العهد، اعطيهم قلبا جديدا وروحا جديدا، اجعل شريعتي في قلوبهم، سيعرفونني وسأجعل روحي في داخلهم. النتيجة يسلكون بحسب وصاياي، يفعلون ما كنت أفعله، يعيشون ما عشته أنا. هذا هو العهد الجديد، ما فيهوش فصال. فنصير رسالة المسيح مقروءة منظورة من جميع الناس، والناس تبص عليها تقول من هؤلاء؟ هم رسالة المسيح. ما هي عالمنته؟ من الملكوت، لأي ملك يعيشون؟ لملك الملوك ورب الأرباب. وأي راية يحملون؟ هي راية الحب، هي إنجيل المسيح. هذا هو العهد الجديد. أدعوك وأنت تتناول اليوم، أدعوك وأنت تأخذ الكأس التي يعطيك المسيح إياه، أن تراجع نفسك، هل أنت في هذا العهد؟ هل قبلت ملامح هذا العهد في حياتك؟ هل سمحت لنعمته الغنية وقدرته السرمدية أن تنزع قلب الحجر وتعطي قلب لحم؟ وتكتب بروح الله وصيته ومشيئته في أعماقي، فأحبها، أحبها، أحبها، أحبها. فكما سلك ذاك أسلك أنا أيضا في النور، في الحب. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. امتحن نفسك أمام هذه المائدة المقدسة. معجزة العهد الجديد، معجزة تغيير جذري في حياة الإنسان. معجزة العهد الجديد لا تتوقف على قدراتك وإمكانياتك مطلقا، توقف على نعمة الغنية التي تنزع قلب الحجر وتعطي قلب لحم، التي تكتب بإصبع الروح في قلبك وصاياه، التي تعطيك روحه وتعطيك أن تسلك في طرقه وتحفظ وصاياه، أن تعيش في النور، أن تسلك في النور، أن تسلك بالحق، إنه كما سلك ذاك فأنت تحمل في داخلك ملامح المسيح، حشاء المسيح، قلب المسيح، روح المسيح. غيرني ربي، غيرني ربي فأشبهك. عايز أبقى رسالتك، ظاهر أني رسالتك مكتوبة لا بحبر في ورق ولا حتى بإصبعك على حجر، لكن بروحك في قلب لحمي فأشبهك. قول معايا كلمات الترنيمة دي، غيرني ربي، غيرني ربي والمس حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع، مش بس
بيقول فكم بالحر يكون دم يسوع. دم يسوع ماله؟ يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. كم بالحر دم العهد الجديد يطهر ضمائرنا لنخدم الله الحي، يطهرنا من كل أعمال ميتة، أعمال الجسد، لنعيش في النور. تتناول اليوم من هذه الكأس، قل له غيرني يا رب، اشتغل في حياتي يا رب. مش عايز اشوه الصورة دي، عايز اثبت فيك وانت في ايه، عايز اكون في عهد حقيقي معاك مش مزيف. مش عايز اخد كل اللي فيك واديك جزء من حياتي، عايز عهد حقيقي أجدي بكل ما فيا، بكل ما فيا، أحط نفسي بالكامل على المذبح، أمشي معاك يا رب بين قطع الذبيح. أقول لك أنا كمان ذبيحة ليك، مش بس أنت ذبيحة لي، أنا كمان مش بس أنت تعطيني نفسك، أنا كمان أعطيك نفسي. قول معايا قدوس قدوس، أيوة قدوس، وتغيرني وابقى كده، وتشكلني وابقى كده، وتطبع فيا بصماتك وابقى كده. يسوع قدوس قدم الرب لك جسده ودمه ونفسه وروحه. وانت بتاخدها قدم انت كمان جسدك ونفسك وروحك.
لو انت عايز تبقى من ابناء العهد الجديد، هذا الدم يطهر الى التمام، يطهر ضمائرنا الميتة، يطهرنا من الاعمال الميتة لنخدم الله الحي، ليحول هذه الكنيسة، مش قصر الدبارة، هذه الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية الى عروس مقدسة طاهرة بلا عيب، تحمل إنجيل المسيح، تحمل رسالة المسيح، تحمل رائحة المسيح، تحمل عهدا جديدا مشرقا، النور في أضاء، الظلمة مضت، الظلمة مضت، النور الحقيقي الآن ينير. كلك نور، كلك نور، وأنا أعيش في النور ده. كلامك حق، كلامك حق، وأنا بفتح قلبي عشان يملأني وعشان أعيشه، مش عشان أتفرج عليه وأوعظه، لا لا، عشان يبقى دستوري، عشان يبقى رسالتي، عشان تبقى حياتي، عشان يبقى يومي وغدي. كلك نور، كلك نور، كلك نور، مجدك مالوحك بالسجود ليك، وكل المجد ليك تسبيح يملى كل الأرض زي ما المية تغطي بحور. كلك نور ليك سلطان، ننتقل الغرب الحر الجديد لينا، تشوف بس وقفتكم كتير. عايز كل حضرات الشيوخ الموجودين يتقدموا لمساعدتنا في توزيع المائدة. زي ما قلت، المائدة دي مائدة يسوع المسيح. ممكن نيجي هنا كلنا بفضل كل القسوس والشيوخ. وافتكر هنحتاج رعاة الاجتماعات. يا مجدي، مجدي، الشيوخ يكفوا ولا ناخد رعاة الاجتماعات؟ طيب، ممكن كل الشيوخ يجوا قدام هنا من فضلكم. هذه المائدة هي مائدة المسيح. قال: هذا هو جسدي. قال: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. يقدم نفسه لكل من يقبل، لكل يهودي ويوناني، لكل من في تواضع وإخلاص القلب. يقبل العهد، يقبل العهد.
كما فعل الرب يسوع نفعل نحن أيضا، أنه في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا، خد رغيف واحد، جسد واحد، مسيح واحد، ذبيحة واحدة، وشكر. خلينا كلنا ناخد وقت أشكر ربنا، أشكره على العهد الجديد، أشكره على الذبيحة دي، ذبيحة نفسه، ذبيحة نفسه. يا رب احنا جايين النهاردة بنعظمك، بنمجدك، نشكرك من أجل تجسدك لينا وحياتك على الأرض. نشكرك يا رب من أجل الذبيحة اللي انت قدمتها لنا. نشكرك من أجل جسدك، بنشكرك ان انت قدمت نفسك لينا. الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، بشكرك، بشكرك يا رب ان انت حبيتني للدرجة دي، بشكرك ان انت حبيتني للمنتهى، أشكرك ان انا غالي في عينيك، أشكرك يا رب ان انت جيت من أجل السرور الموضوع أمامك، استهنت يا رب بالعار، بالعار من أجلي. بنشكرك يا رب، والنهاردة وإحنا بنتناول، تعالى يا رب فعلا واعلن عن نفسك لينا، تعالى واعلن عن محبتك لينا. أشكرك يا رب لأنه فعلا نغوص في محبتك الفائقة المعرفة باسم يسوع المسيح. وبعدما شكر كسر، ونحن على مثالي أيضا نكسر خبزا. تفضلوا. والمائدة بتعدي بين الصفوف، الأحباء الذين يريدون أن يتناولوا أرجو أن يقفوا ليتناولوا. نبقي الخبز في أيدينا، خلي لما المائدة تمر اللي عايز يفضل واقف يفضل واقف. احنا هنقضي الوقت ده في عبادة وسجود وصلاة تسبيح أمام ربنا، خشوع خشوع. خد نفسك إلى هذا اليوم، اليوم اللي المسيح جلس فيه، اليوم اللي أخذ فيه المسيح هذا الخبز وأعطاه للجميع. في حضنك هدفي أجيب يا يسوع، روحك يلمسني بعد جوع، على صدرك ارتمي وأستريح، تشفيني وتملأني تسبيح. في حضنك هدفي أجيب تسقيني.
حد ما وصلتوش المائدة يرفع ايده. قال الرب يسوع: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور من أجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعد أن تعشوا. يا رب في هذا المساء المبارك نشكرك يا رب وأنت تجمعنا حول المائدة المقدسة يا رب، وبعد ما سمعناها من رسالة ساعدنا يا رب حتى ما نكون كل واحد موجود في المكان يكون يا رب سامع عامل، لنفتح يا رب جميعنا قلوبنا للعهد الجديد. يا رب أنت أعطيتنا رب قلبا جديدا، قلبا لحميا، يا رب ساعدنا حتى ما يكون أي واحد بيننا لا يكون غير مستحق. نعم كلنا غير مستحقين، لكن أنت أعطتنا هذا الاستحقاق. يا رب نبدأ جميعا يا رب عهدا جديدا، يا رب ساعدنا حتى ما نعيش الحياة اللائقة فنمجد أبانا الذي في السماوات، فيسألونا عن سبب رجائنا فنخبرهم عن هذا العمل العظيم. يا رب أعطنا ألا ننتفع بهذا العمل فقط لأنفسنا، بل يا رب نقول نخبر بكم صنعت بنا ورحمتنا. يا رب وأنت قلت مبارك شعبي مصر، كيف يا رب يباركون إن لم يكرز لهم، وكيف يؤمنون يا رب بلا كارز. ارسلنا يا رب إرسالية حقيقية يا رب لشعبك حتى تبارك يا رب بركة روحية حقيقية. نصلي يا رب هذا في اسم المسيح، آمين. تفضلوا. الكرامة وقدرات
قال الرب يسوع هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمه، اشربوا منها كلكم. لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. نعم نخبر بموتك يا رب، سكبت للموت نفسك وأحصيت مع أثمه، وضعت نفسك وأطعت حتى الموت. نخبر بموتك بذبيحتك، نخبر بما فعلته من أجلنا يا رب، محفورة في قلوبنا، عهدا جديدا قطعت معنا، كنت في وفي وأمين، أعطيتنا كل شيء، كل شيء. نباركك ونعظمك، نعطيك الكرامة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. نعبد الله بتقديم عطايانا. Let me use.
بكره هنيجي مره تاني نحتفل مع بعض في الجمعه العظيمه من الساعه 12 للساعه 3، من 12 ل 3 كل الاجتماعات الجمعه الاجتماعين هو اجتماع واحد، والحد كلنا هننضم مع بعض من 12 ل 3. خدمه العيد دي خدمه الكنيسه مش خدمه الطائفه، مش الاحتفال الرسمي للطائفه، هتكون يوم الحد من الساعه 11 للساعه 1. احتفال الطائفه هيكون يوم السبت في كنيسه مصر الجديده الانجليه. احنا هنحتفل مع بعض ككنيسه يوم الحد من 11 ل 1. يوم الحد بالليل مفيش اجتماع، يوم حد العيد بالليل مفيش اجتماع، ويوم الاثنين مفيش اجتماع صلاه، شم النسيم والعيد بالليل بنقضيه مع بعض كعائلات. اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنختم الاجتماع بالصلاه الربانيه المرنمه مع بعض واحنا بنختم اجتماعنا. إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. نفسه من أجلنا وهو مجروح لإثمي قابلا عار الفداء شافعا في من أحب بخلاص للمال.